السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي أثبتها العلم حديثا إن زي ما كل إنسان ليه بصمة تختلف عن الآخر ونقدر نعرف الشخص من خلال البصمة بتاعته. طبعا الفرنسيين اكتشفوا زمان جدا أيام الثورة الفرنسية إن كل إنسان ليه بصمة للأذن، تمام؟ فمن خلال البصمة دي نقدر نتعرف على الشخص دوت، كانوا بيحفظوا شكل بصمة الأذن ده من أيام الثورة الفرنسية. طيب، في دلوقتي أثبتوا إن في بصمة للعين، تمام؟ واصبح يعتمد على الموضوع دوت ان انت داخل الشغل الصبح، ففي المرة كده جهاز يقدر من خلال بصمة العين يعرف مين اللي دخل ومين اللي خرج. برضو اثبت حديثا ان في بصمة اخرى للقلب، فاثناء الشغل في الموقع كل انسان موجود معروف مكانه فين من خلال بصمة القلب، مش من خلال الموبايل او من خلال اي حاجة تانية، مكانه في نفس اللحظة ديت من خلال الجي اس تقدر تعرف مكان كل الناس الموجودين في الموقع. فلو واحد راح مكان غير مسموح بيه، الشخص اللي بيعمل مونيتور او بيراقب بيكتشف ايه ان في مشكله، ان في شخص غير مصرح ليه راح مكان ما ينفعش ان هو يروحه. او مثلا انا كنت بزور موقع من المواقع لقيت الناس فاتحه الجنريتور وقاعدين بيتغدوا جوه، وده طبعا من الحاجات الغلط لان ممكن حد يكون بيحب يشوف سجاره ولا حاجه ولا في المكان. فمن خلال بصمة القلب دي اللي أثبتها العلم حديثا أصبح تقدر تراقب كل الناس وتعرف أماكن كل الناس، وأعتقدش إن في حد عنده طريقة حاليا يقدر يهرب بيها من البصمة ديت.